بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم درس دلائل معرفة الرب مع حل الأسئلة، مادة التوحيد للصف الخامس الابتدائي الترم الأول. وعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. أتأمل في الجبال والبحار والنباتات، ثم أستخرج ثلاثا من الآيات التي تدل على وحدانية الله. من كل واحدة من دول بتدل على وحدانية الله عز وجل. امسك الجبال. هي تثبت الأرض. هي مثل الأوتاد. كما قال الله عنها. قوتها وكبرها يدل على عظمة خالقها. الله عز وجل يقول هي تثبت الأرض، ويقول في آية وهو يتحدث عن الجبال، أن تميد بكم، يعني حتى لا تميد بكم الأرض، يعني لا تتحرك بكم الأرض. وفي آية أخرى والجبال أوتادا، وقوتها وكبرها يدل على عظمة خالقها. من آيات الله في البحار بها أكثر من مليون نوع من الأسماك. اتساعها العظيم يدل على عظمة الخالق. اتساعها العظيم يدل على عظمة الخالق. بها كائنات كبيرة مثل القرش والحوت، وهذا من عظمة الخالق. النباتات تنوع النباتات وكثرتها هذا يدل على عظمة الخالق. عظمة تكوين النبات،
من ساق وجزر وورقة وحبوب لقاح وغيرها. هذا أيضا يدل على عظمة الإيه؟ الخالق. نمو النبات من بذرة حتى تصبح شجرة عالية كبيرة عدة أمتار. هذا أيضا يدل على عظمة الخالق. بأي شيء أعرف ربي؟ أعرف ربي بأشياء كثيرة، أعرف ربي بآياته الكونية، ومن أعظمها الليل والنهار والشمس والقمر. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني تسجد لله عز وجل الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها معجزات. لو كان هناك كون بلا شمس لا يتم عملية البناء الضوء، لم يكن هناك نبات ولا إنسان ولا حيوان، ولم يكن هناك قمر لم تتم عملية المد والجزر ولا ترى في الليل شيئا. والليل والنهار معجزة من معجزات الله عز وجل. أعرف ربي بمخلوقاته العظيمة، ومنها الحيوانات كالإبل. هذه الإبل معجزة، سلام الإبل يخزن الماء داخله لمدة شهر، الخف الذي يمشي عليه الجمل لا يغوص في الرمال هذه معجزة، سنام فم الجمل شفتاه تستحمل أكل الصبار والشوك هذه معجزة، كل الجمل على نفسه معجزة. لذلك قال الله عنه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أيضا والسماء المرفوعة والجبال المنصوبة والأرض المسطوحة، يقول: وإلى السماء كيف رفعت. كيف رفعت السماء بلا أعمدة؟ لو أردنا أن نرفع بيتا أو مسجدا بلا أعمدة كيف؟ لابد أن يكون البيت أعمدة، ولكن عظمة الله عز وجل جعلت السماء بدون عمد. والجبال كيف نصبت هذه الجبال، وكيف تثبت الأرض، وكيف مثل الوتد، يعني طول الجبل في الأرض قد مثل طوله فوق الأرض مرتين. وهذا إعجاز أن الله عز وجل قال الوتد، والوتد يكون مثل ضعف الجبل فوق مرتين، الأرض مرتين، الجبل في الأرض مرتين. يعني لو فيه الجبل فوق 50 يبقى فيه 100 تحت الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت؟ تخيل لو كانت الأرض غير مسطحة وطريق غير ممهدة نمشي عليها كنا سنلاقي مشقة كبيرة. أعرف ربي بإنزاله المطر من السماء. هذه معجزة. المطر هذا معجزة يحيي به الأرض فتصبح مخضرة. الماء في البحار مالح، يجعل الله عز وجل يتبخر فيظل الملح في البحر ويصعد الماء بخارا عذبا فينزل مطرا عذبا. وتخيل لو كان الماء صعد مالحا ونزل مالحا لماتت الزراعة ومات الإنسان ولم نشرب ماء عذبا. ولكن هذا إعجاز أن يبخر الماء العذب ويبقى الملح في الماء. فهذه معجزة وهذا دليل على عظمة الخالق. أعرف ربي بإجابته دعوة المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عندما تدعو الله عز وجل أن ينجحك ينجحك، حينما تدعوه أن يشفيك يشفيك. الله عز وجل يجيب دعوة الداعي، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ماذا يجب علي إذا عرفت ربي؟
بعد العظمة اللي فاتت دي كلها، إذا عرفت ربي سبحانه وتعالى وجب علي أن أعبده وأخلص له العبادة، فلا أعبد إلا الله. الدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني تعبد الله فقط لأنه هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا حتى نكون من المتقين الذين يخافون الله ويعملون حساب لملاقاته يوم القيامة. حقيقة العبادة أفعل ما أمر الله به وأترك ما نهى الله عنه. حقيقة العبادة تفعل ما أمر الله به وتترك ما نهى الله عنه. قال لك صلي تصلي، لا تكذب لا تكذب، لا تعبد الأصنام، لا تعبد غير الله، لا تعبد غير الله. سمي مخلوقات الله التي أمامي. البحار، الأغنام، والطيور، الأشجار، ممكن نقول عليها النخيل والحشائش الزرع والشجر النحلة والزهور النباتات أمثلة لعبادة الله تعالى. حافظوا على صلواتي لأن الله أمر بإقامة الصلاة. أحب الله لأنه خلقني ورزقني وهداني للإسلام. أخاف الله لأنه شديد العقاب. أرجو رحمة الله لأنه غفور رحيم. أحرص على التوبة من الذنوب لأن الله يحب التوابين. أقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، تبت إلى الله وندمت على ما فعلت. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحق الأول هو العبادة، مثاله الصلاة والحج والزكاة الحق الثاني لا يشركوا به شيئا، مثاله لا أو مثال الإشراك عبادة غير الله والخوف من أحد غير الله. يبقى الحق الثاني لا يشرك به شيئا. طب احنا ممكن نقولها لا تشرك بالله شيئا، يعني لا تعبد مع الله غيره، وخلاص كده احسن، لا نعبد مع الله غيره.
التقويم أعد الثلاثة من الآيات الكونية التي أعرف بها ربي. الجبال والإبل والنباتات والحيوانات والمطر، كل هذه آيات إذا عرفت ربي سبحانه وتعالى فماذا يجب علي؟ أعبده وأخلص له العبادة ولا أعبد غيره. ما حقيقة العبادة؟ أن أفعل ما أمر الله به وأترك ما نهى الله عنه، هذه هي حقيقة العبادة. تفعل ما أمر الله به وتترك ما نهى الله عنه. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والدعاء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.